أعمل في مستشفى الأطفال بالرباط بمصلحة طب المواليد. هاد المصلحة اللي في العمر ديالها دابا أكثر من 39 سنة هي مختصة في تطبيب المواليد بجميع الفئات ديالهم، يعني المواليد اللي خلقوا في الوقت ديالهم ولكن خلقوا عندهم أمراض، كيف ما كانت هاد الأمراض تكون أمراض جراحية وأمراض طبية، وأيضا المواليد اللي خلقوا قبل الأوان اللي بكنسميوهم الخدج. وهاد المواليد يمكن تكون عندهم أمراض، وديك الأمراض كتستدعي أيضا تطبيب خاص، ويمكن يكونوا بصحة جيدة ولكن حيث خلقوا قبل الأوان وحيث خلقوا قليل الوزن كتخصهم واحد العناية خاصة. هاد المجال ديال طب المواليد هو مجال كتهتم به الدولة كثيرا وخاصة وزارة الصحة، لأنه بالاهتمام به كنضمنوا أننا نضمنوا حق الولوج لتطبيب لهذه الفئة، وأيضا كنضمنوا أننا الأطفال ديالنا يمكن لنا يكونوا بصحة جيدة. شفنا بلي ان الحضور الام كان عنده واحد دور كبير في تطبيب هاد المواليد وفي نجاح التطبيب ديالهم، خلقنا واحد الوحده اللي سميناها قوس قزح. هاد الوحده شنو الدور ديالها؟ اننا كنشدوا الامهات معنا 24 ساعه على 24 ساعه، لان هاد الامهات هما المصدر الكبير للعلاج لهاد المواليد اللي خلقوا قبل الاوان. كيف؟ اولا الحراره ديال الام، الاطفال تنعملوا هاد المواليد كنعملوهم فوق الصدر ديال الام ديالهم اكبر مده ممكنه في اليوم، باش داك الحراره ديال الام كتمكنهم انهم يبقاو دائما سخان. والحاجه الثانيه ان وجود الام معنا تيخلي الحليب ديال الام متوفر 24 ساعه على 24 ساعه. كنشوفوا السيدة عندها توأم وتوأم خدج وقليل في الوزن، والحمد لله كيف ما كنشوفوا هي معاهم 24 ساعة على 24 ساعة وسبع أيام على سبع أيام كتقوم باللازم. تنشوفوها دايراهم في شونها باش كيبقاو سخان، وثانيا باش داك الحركة ديال التنفس ديالها كتساعدهم يتنفسوا، وثالثا باش الحليب ديالها تيكون ديما قريب ليهم، وهذا الشيء غادي يساعدها باش وليداتها يكبروا دغيا وتديهم ان شاء الله بصحه جيده للمنزل ديالها. هذه هي الوحده ديال تتبع المواليد اللي كيكونوا خرجوا من المصلحه، وحدات لتتبع النمو اللي هي لا بسيكوموتريسيتي، ولكن كاينين ايضا اطباء وكاين طاقم متعدد الاختصاصات اللي كيتبع هاد الوليدات. وهاد الناس كلهم اللي هنايا هما وليداتهم اللي تكلمت عليهم قبيله، كانوا ناعسين عندنا، من بعد راكم غادي تسمعوهم. كان اللي ما واصلش كيلو، كاين اللي ما واصلش حتى 700 غرام، والحمد لله راهم دابا كلهم بصحه جيده. كنت حامله بتوام جوج وليدات، جيت ولدت هنا في السويسي، كانت زعما اعتنوا بهم مزيان، نعس بهم 15 يوم. واحد هذا الصغير كان فيه غير كيلو قال 60 غرام، كان صغيور فاصلة عند دابا ها هو كبر مزيان، خرجته مزيان، كمل كيلو وخرج مزيان، فات بارك الله مزيانين بجوجهم، اعتنوا بينا مزيان. فالنصيحة اللي كانوا كينصحونا بها باش نسخنوهم والنظافة، فهي اللي عاونتنا باش وليداتنا كبروا لينا مزيان. ولدي مجد كان في الزيادة ديالو، كان عنده تزاد بعدة عوائق، كان عنده صعوبة التنفس، الوزن ديالو كان زاد ضعيف بزاف، عنده كيلو 770، ومن بعد في النهار الثاني كان ولات فيه شي كيلو 200 كيلو 300 تقريبا. كان كيعاني بزاف المشاكل الصحيه، جبناه لهذا المركز هذا لحقيقه بالفضل ديالهم اللي الحمد لله ولدي ولا في هذه الحاله.
رئيس قسم طب الاطفال مستشفى سالي طرمل بتطوان. كما شفتوا معنا قبيله بنا واحد الاطفال مقسم الى قسمين، قسم طب الاطفال فعامه، قسم رضع مواليد الجدود والخداج. تشوفوا قسم مواليد الخداج ينقسم الى ثلاث اقسام، قسم العنايه المركزه، قسم امراض البكتيريا امراض الصفراء، وقسم الخداج. وقسم رابع هو قسم كنابيل لا ميثود كونغورو، ويوميا نستقبل 3-4 حالات حاده، هذه التي يحتاجون المعنيه المركزه. الخداج يوميا 3-4 حاله، سواء اما من قسم الولاده هنا بالمستشفى او قسم خارج المستشفى والتي تتابع لوزاره الصحه بطبيعه الحال او من الصحات الخاصه.